وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذة هالة الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة. أستاذة هالة، كيف تنظرون في المجلس الأعلى للمرأة إلى هذا التكريم من قبل المؤسسة الأممية، خاصة أن الجائزة جاءت تقديرا لجهود مملكة البحرين في تمكين المرأة اقتصاديا؟ طبعا بداية كل التهاني على هذا التكريم رفيع المستوى لصاحب الجلالة وللبحرين، وبحسب ما صرحت به صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم اليوم في تهانيها لجلالته بهذه المناسبة، قالت بأن هذا التكريم هو إقرار واعتراف دولي بدور جلالته الرائد في رفع مستويات التنمية الوطنية وبالتالي مكانة البحرين الدولية وتقديمها كنموذج يحتذى به. وطبعا هذا لا ينطلق من فراغ، وإنما ينطلق من رؤية طموحة وبرنامج إصلاحي شامل ومستمر يركز ضمن أولوياته على الإصلاح والتطوير الاقتصادي في مملكة البحرين كمدخل رئيسي للتنمية الشاملة. واستلام سمو ولي العهد للتكريم الدولي نيابة عن جلالته يستدعي التوقف عن جهود سموه الحثيثة والمستمرة لترجمة وتنفيذ تطلعات جلالته. سموه طبعا يقود حراك وطني واضح يتمثل في تنفيذ رؤية البحرين 2030 كمحرك للاقتصاد الوطني، اللي بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة عالميا استطاعت أن تحقق نمو يعني طيب في الناتج المحلي وأن ترفع من دخل الأسرة البحرينية بنسبة تصل إلى 47% خلال السنوات السبع الماضية. وطبعا دي تم من خلال استثمارات توصل إلى ملايين الدنانير لدعم المؤسسات والأفراد وخلق فرص العمل. جهود صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لم تكن بعيدة عن هذا المشهد، بل قام المجلس بجهود موازية لترجمة الرؤية الملكية على مستوى مشاركة المرأة البحرينية كقوة اقتصادية يعتمد عليها، والسعي إلى تهيئة البيئة المطلوبة لذلك، خصوصا في ظل نسب المرأة الكبيرة اللي تبلغ 63% من خريجي التعليم العالي، ناهيك عن حضورها بنسب مرتفعة في القطاع العام تفوق 50% وتصل إلى 35% في القطاع الخاص. وهناك مؤشر جدا مهم ودي أنه يعني يبرز إعلامنا البحريني أيضا، نسبة النمو في سجلات المرأة البحرينية اللي استطاعت أن تستديم عملها لآخر 5 سنوات نمت بنسبة تبلغ 26%، وفي فترة قصيرة جدا ما بين 2013 و2015. وبالإضافة إلى كل ذلك المرأة تستفيد بنسب كبيرة أيضا من الخدمات التمويلية والبرامج التدريبية والاستشارات النوعية عشان تستديم نشاطها الاقتصادي. اليوم هناك 15,000 امرأة تستفيد من برامج تمكين اللي تبلغ حوالي 80 برنامج متنوع. هناك محافظ تمويلية مخصصة للمرأة بحوالي 45 مليون دينار وبفوائد مدعومة وتسهيلات ميسرة. هناك حاضنة اقتصادية مخصصة للمرأة رائدة العمل. هناك جوائز نوعية متعددة تقدم للمشاريع الاقتصادية لرائدات الأعمال لتشجيعهم لدخول هذا المجال الواعد. فأعتقد أن كل ذلك وغيره من الجوانب اللي تدعم مشاركة المرأة أهل البحرين اليوم لتتميز في مجال تمكين المرأة اقتصاديا ولتنال اعتراف دولي من وكالة متخصصة كاليونيدو. والحقيقة نتطلع إلى انعكاس ذلك على كافة أدبيات وتقارير الأمم المتحدة لبيان حجم التقدم الحاصل للمرأة البحرينية واقعيا. نعم، الأستاذة هالة الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، شكرا جزيلا لك.